كشف الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون جولبر عن ضعف التحالف الأمريكي البريطاني الأوروبي في صد الهجمات على السفن المرتبطة بكيان العدو في البحر الأحمر، وأكد عدم وصول السفن الإسرائيلية حتى إلى أسدود والعقبة. وجدد جولبر التأكيد لصحيفة كالكليست الإسرائيلية أنه لم يعد هناك أي نشاط في الميناء منذ قرابة 6 أشهر بسبب الهجمات في البحر الأحمر، وأضاف لقد أثبتت إسرائيل ودول التحالف الأمريكي البريطاني الأوروبي أنهم خائفون وضعفاء ومترددون، وقال والحوثيون يرفعون الرأس أكثر فأكثر حسب تعبيره، وأشار إلى أن شركات الشحن لا تثق في قدرة التحالف الأمريكي البريطاني الغربي البحري في حماية السفن إذا أبحرت إلى إيلات، ولا أحد مستعد للمخاطرة. وأكد أن الحصار البحري يكبد الميناء خسائر شهرية، وقال نحن لسنا متجرا يبيع سلعا استهلاكية مثل الأحذية أو الملابس، فنحن بنية تحتية لنقل البضائع، حد وصفه.